قدم وساق لعودة الجمهور النادي الأهلي لاستاد القاهرة. استاد القاهرة هذه هذا المفخرة الحقيقة، واحنا قاعدين كده دايما يعني. انا دلوقتي لسه كنت قاعد بتفرج على مباراة، واحنا بنتكلم عن مباراة النادي الأهلي والزمالك الأخيرة اللي كانت في استاد القاهرة، وانسحب النادي الزمالك من امام النادي الأهلي. قلت انا نفسي العب، نفسي العب في الاستاد بهذا الشكل وبهذا المنظر اللي كان متواجد فيه، وبالتالي كلنا كجمهور نفسنا نكون متواجدين، نفسنا نشجع فريقنا من استاد القاهرة. عشان كده دايما بتلاقونا احنا بنميل عليكم شويه، بنميل عليكم وبنقول لكم يا جماعه من فضلكم انتوا ظهرنا وانتوا سندنا، سند النادي الاهلي، سند فريق كره القدم. دايما لما بتبقوا حضراتكم متواجدين وبتشجعوا فريقكم من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره، عمرنا ما حسينا ان لا قدر الله ممكن نتعادل، ممكن نتغلب. لا بالعكس، حسينا ان احنا دايما بيبقى عندنا مجهود اكبر نقدر نطلعه. وانا بقول لحضرتك كلاعب كنت متواجد لسنوات في النادي الاهلي، وكنت لما بشوف الجمهور بيبقى الموضوع عامل معايا زي انا لعبت والجمهور موجود. فاللي بقوله لحضراتكم كل اللي محتاجينه ان انتوا تعرفوا حاجه واحده فقط، ان الاخلاق دائما، هي كلمه انا هاخدها من العميد محمد مرجان، ان الاخلاق دائما ستنتصر، دائما ستنتصر. الموضوع ممكن يطول شويه ولكن الصوت العالي عمره ما هينتصر. الصوت العالي ممكن يبقى موجود لفترة وسامعينه وعاملينه وبتاع، ولكنه لن ينتصر، لأن الأخلاق والقيم والمبادئ هي اللي دايما بتنتصر ولو بعد حين. فاللي بيحصل خلال الفترة اللي فاتت، ودايما لما بنيجي نتكلم مع كابتن خطيب يقولك أنا عايز أعلمكم، يعني لما أجي أتكلم مع كابتن خطيب يقول لي اتعلموا كذا، اعملوا كذا، تتكلم مع أستاذ خالد رندالي، خالد مرتجي، تتكلم مع أي حد من أعضاء مجلس الإدارة يقول لك إحنا بنعلم الشباب اللي معانا كذا. هو ده الجانب الآخر من النادي الأهلي، الجانب الآخر من النادي الأهلي إن هو بيحاول يعلمنا كلنا الالتزام، الأخلاق، المبادئ، حتى لو كان عندنا حد طالع بره الموضوع شوية، لا بنحاول نرجعه مرة تانية. شوفوا حضراتكم ناديكم دايما بيعمل إيه، شوفوا ناديكم بينتصر إزاي، بينتصر بالأخلاق والمبادئ والقيم، مهما كانت مهما كان الصوت العالي ومهما كان الموج العالي اللي حوالين النادي الأهلي. ولكن مش بتكلم على الإدارة دي، بتكلم على إدارة النادي الأهلي من 1907 وحتى الآن. هو ده النادي الأهلي، ومش بنقول الكلام ده وخلاص، ولكن تجارب كثيرة جدا. هو السنة اللي فاتت النادي الأهلي كان بيحصل فيه يا جماعة؟ حضراتكم فاكرين ولا مش فاكرين؟ كيفية إدارة الأزمة في ظل صعوبات كبيرة جدا جدا جدا. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه دايما، هو ده اللي احنا بنقوله، هو ده اللي احنا بنحاول نتعلمه علشان نقوله، والشباب الصغير اللي عايز يتعلم بيتعلم. الشباب الصغير اللي بيحب النادي الأهلي بيبقى نفسه يشجع النادي الأهلي، بس احنا عايزينك تشجع النادي الأهلي وتبقى مبسوط جوه الاستاد. مش عايزينك مرة تبقى تدي ظهرك للاستاد او تعمل كذا، مش عايزين الكلام ده. مش احنا، مش النادي الأهلي، مش احنا النادي الأهلي ده او جمهور النادي الأهلي ده هو الأساس في كل شيء. حتى لو زعلانين من حاجة تعالوا نبقى نخلص الماتش او نخلص المهمة بتاعتنا وبعد كده نتكلم في اللي احنا زعلانين منه. هو ده جمهور النادي الأهلي، هو ده. والإدارة دايما بتبقى حريصة على ان الجمهور يبقى متواجد. وكان اسهل حاجة لما اتقال ان هو هيتلعب في استاد السلام، ماشي استاد السلام كويس واحنا عايزينه والملعب حلو وعلى قدنا، 5000 10000 هيملوا الاستاد. لا، الاداره اصرت على ان النادي الاهلي يلعب في استاد القاهره، والامن مشكورا الحقيقه عمل كل ما بوسعه علشان النادي الاهلي يعود مره اخرى لاستاد القاهره ب 30000 متفرج. وخدوا بال حضراتكم، المره دي 30، المره الجايه 40، المره اللي بعدها 50، المره اللي بعدها 100. هو ده، لانه الامن المصري امن قوي، الامن المصري امن محترم، عايز يخلي الجمهور يرجع. الكل بيتكاتف لعوده الجمهور خلال هذه الفتره، وهو ده المهم وهو ده الاهم خلال هذه الفتره. عندنا وزير شباب ورياضه بيحاول في كل الاتجاهات وبيحاول يزق من هنا ويعمل من هنا، فالامور كلها ان شاء الله ميسره لمباراه مهمه جدا، وفي نفس الوقت لجمهور يعطي الثقه للاعبين اللي متواجدين على ارض الملعب، ويقول للناس كلها ادي جمهور النادي الاهلي. هو ده جمهور النادي الاهلي اللي بيعلم كل الجماهير في العالم كله
ازاي اشجع، ازاي اعمل تشجيع حلوه، ازاي لما فرقتي تبقى لا قدر الله في حاجه كده ولا كده اخليهم يبقوا 100% او 200% كمان. هو ده جمهور النادي الاهلي، وهو ده اللي انا عارفه عن جمهور النادي الاهلي، وهو ده اللي كل المسؤولين في الدنيا كلها عارفين ان النادي الاهلي وجمهوره هو الاساس في كل شيء. اتمنى ان شاء الله ان مباراه يوم السبت ملحمه في كل شيء، في كل شيء، جمهور عظيم، لاعبين كبار، اي 11 هيلعبوا، اي 11 ما عنديش اي مشكله، جهاز فني محترم، الكل بينتظر هذه المباراه. وان شاء الله ان شاء الله تعدي وننتظر المباراه اللي بعدها ان شاء الله اللي هي يوم 7 او يوم 6 مارس، مباراه النادي الاهلي ونادي سان داونز ان شاء الله في بريتوريا.